الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاء الحب والمودة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المشاعر كلها في الله عز وجل، وأن يظلنا في ظله بها يوم لا ظل إلا ظله. ما أسعدني إذ أكون معكم دائما على هذه الشاشة المباركة في هذا الوقت الفضيل في نافذة جديدة من برنامج نوافذ على قضية من قضايانا الإسلامية والاجتماعية والصحية حسب ما يتوفر لنا. يعني الحقيقة صديق عزيز وداعية كريم التقيت به سابقا على هذه الشاشة المباركة وأهداني كتاب مهم جدا الحقيقة، اسمه نبض الحياة الهجائية الماسية في تعامل خير البرية. من هو خير البرية؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدنا رسول الله. ولما قرأت الكتاب وتصفحت الحقيقة وهو معي الآن طبعا، وجدت فيه يعني ميزة عظيمة جدا تناسب قارئ هذا العصر وأنا منهم، الإيجاز يعني الاختصار مع عمق الفكرة مع حلاوة الموضوع، لأنه بيتكلم عن الهجائية يعني الحروف الألف من الصحابة الذين يعني تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابيات كذلك، يعني في صحابة وصحابيات، وكيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة وهذا هذه الحكمة التي أتاه الله سبحانه وتعالى بها ما لم يؤتي أحدا من العالمين صلى الله عليه وسلم. كتاب شيق جدا، اسمحوا لي في عجالة سريعة في غلاف الكتاب. قال مؤلفه: فتعامل الإنسان مع من حوله هو نبض هذه الحياة، وهذا النبض لا يستقيه له لا يستقيم له انتظام إلا أنا بحاول أقرأ من غير نظارة بس لم يفلح لي، اسمحوا لي ألبس النظارة. لا يستقيم له انتظام إلا إذا انضبط بأخلاق قوية وقويمة وقيم حكيمة، حتى يتسنى للإنسان أن يعيش هذه الحياة عيشة سليمة بما يرتقي به إلى المثالية والكمال، أو على الأقل أن يضعه على طريقها. وخير من يقتدى به في ذلك على كل حال هو خاتم الأنبياء وسيد الرجال صلوات الله وسلامه عليه. مقدمة لطيفة جمعت مضمون الكتاب، لكن اسمحوا لي أن أرحب بمؤلف هذا الكتاب وجامعه وكتب أخرى يعني سنتعرف عليها، أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الوليلي الداعية الإسلامي والباحث والكاتب. مرحبا دكتور. يا مرحبا بحضرتك. منورنا. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. يعني ما الذي دعاك في هذا الكتاب وكتب أخرى أن يعني تأخذ هذا الخط في استحضار التاريخ، تاريخنا العظيم خصوصا من القرن الأول خير القرون، زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه الصحابة والصحابيات الذين أخذوا هذه الشهادة العظمى رضي الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويعني كل كتاب بيبقى وراء هدف وراء فكرة ألحت على المؤلف أن يأخذ هذا الخط وأن يختار هذا الموضوع. ما الذي دعاك لتأليف نبض الحياة في هذا الموضوع؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الحقيقة أشكر حضرتك على المقدمة اللطيفة هذه في البداية. يعني الموضوع حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم جذبني بشدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا على الإطلاق وأحسن الناس تعاملا. ففي البداية فكرت أن أجمع مواقف حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فمن مشقة الأمر أردت أن أرتبهم. فكيف أرتبهم؟ ترتيب الهجاء. فجعلت أجعل الحروف كل صحابي أدرجه تحت الإيه؟ الحرف الذي باسمه. وده تسهيل للقارئ، تسهيل للقارئ وحتى تسهيل حتى للحفظ. يعني إذا أراد الإنسان أن يقولها في محاضرة أو خطبة يستحضر الحروف، يستحضر اسم الصحابي فيقوله. ففي البداية كان الأمر سهلا، ثم بعد ذلك عندما وضعت الحروف وجدت بعض الحروف لا أجد لها أسماء في الصحابة، فبدأت من هنا
أبحث وأنقب وأفتش وأبحث في كتب الصحابة، الكتب التي تحدثت عن الصحابة مثل كتاب الإصابة لشيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى، الإصابة في تمييز الصحابة. ذكر فيه ما شاء الله لقتل أكثر من 12,000 ترجمة لعدة من الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. وهذا يدل، اسمح لي، أن الأمة أيضا في القرون السابقة كانت مشغولة فيما بعد الصحابة بتسجيل سير الصحابة وأخلاقهم، يعني هذا هم من هموم العلماء، مش في الحديث، لا في العصور المتوهجة بالعلم. يعني ذهب يرباهم المصطفى وكفى، ولله در من قال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فهؤلاء الصحابة يعني إن نتقرب إلى الله عز وجل ونتعبد إلى الله عز وجل بحبنا لهم، ونتقرب ونتعبد إلى الله عز وجل بتأسينا بهم في حسن تعاملهم وفي حسن معاملتهم للنبي وفي ذودهم ودفاعهم عن النبي وفي ذودهم ودفاعهم عن دين الله عز وجل، وكيف تحملوا وعانوا المشاق وعانوا الصعاب الكثيرة في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وفي سبيل تحمل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولله در بن مسعود رضي الله عنه حين قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. الله. والذي يقول هذا الكلام البديع هو أحدهم، أحد من سادتهم يعني. لذلك أحب هذه التسمية جدا، وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم فعلا أعلام هذه الأمة. أصبحنا في زمان الناس فيه مغيبون، أصبح الأعلام هم التافهون، أصبح الأعلام هم اللاعبون والراقصون وهكذا. لكن دكتور أنا عايز أركز على نقطة مع حضرتك قبل يعني ما يمتد الحديث. علاقتنا احنا بالصحابة طبعا علاقة إيمان برسول الله وبهؤلاء الذين آمنوا معه، لكن في نقطة قد تغيب، هل احنا عايزين نتعرف على الصحابة سواء المشهورين وسيرتهم أبو بكر وعم الخلفاء أو المجهولين أو الغير مشهورين؟ أنا آسف أن أقول مجهولين لأن ده واقع، لكن خلينا نقول الغير مشهورين، من باب معين أن لهم في أعناقنا دين عظيم، في رقابنا الصلاة اللي احنا بنصليها، هذا الإسلام الذي ندين به، هم الذين حفروا طريقه وبذلوا أنفسهم ومواجههم في سبيل. النقطة دي أنا عايز حضرتك تركز عليها عشان يبقى أنا عارف أنا بصلي وبصوم وبتاع، ده لهؤلاء الذي الفاتحين، هؤلاء الصحابة لهم علي فضل كبير في ذلك بعد الله عز وجل. كما حضرتك تفضلت، يعني أصبحنا في واقع مرير أن الصحابة حتى الذين يمكن أن نقال عنهم أنهم مشاهير أو هم الخلفاء الراشدين الأربعة، عندما تسير في الشارع وتسأل أحد الناس حتى في المدرسة وربما يكون وصل إلى مراحل متقدمة في التعليم وتسأله من هم الخلفاء الراشدون، والله لن يجيب إلا من رحم ربي، فضلا عن إن سألته مثلا من هم العشر المبشرون بالجنة، إن سألته من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مأساة، في عدة محاضرات أو في عدة لقاءات أسأل الناس من هن أو حد يذكر لي اسم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قل من يذكر حتى أربعة أو خمسة من زوجات النبي. أحزن وأقول هؤلاء حتى لسنا صحابيات عاديات. أن الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هؤلاء أمهات المؤمنين، أمي وأمه. يعني هل يصح أو يعقل أن رجل لا يعرف اسم أمه أمهات المؤمنين؟ والله لا يصح ولا يعقل. يعني سنسأل عن هذا، فما بالك إن تذكرت أن هؤلاء لهم علينا كما تفضلت الفضل العظيم في نقل هذا الدين، فنحن لم ينقل إلينا هذا الدين ولا نعيش ولا نسير على نهج نسلم إلا بنقل هؤلاء وتحملهم لهذا الدين. فلهم في أعناقنا أمان عظيم، لهم في أعناقنا دين عظيم، يجب أن نؤديه لهم على الأقل بالتعرف عليهم، بالتعرف على أسمائهم، على صفاتهم، يكون لنا فيهم القدوة والأسوة، يكون هؤلاء هم أعلام الأمة بحق في زمن غيبت فيه القدوات وغيبت فيه المفاهيم وانتكست فيه المفاهيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. فنسأل الله حتى أن حتى القيادات الدينية إذا صح هذا التعبير عليها اختلافات في هذا الزمان. صحيح. يعني ما فيش إجماع تقريبا على شخص معين، فتن كقطع الليل تجعل الناس عزين ومتفرقين وما إلى ذلك، لكن يبقى
رسول الله هو الأسوة الحسنة، ويبقى صحابه وخلفائه الراشدين لهم سنتهم التي يجب الاتباع، مش كده؟ فالعودة إلى النبع الصافي هو العصمة في زماننا هذا وفي كل زمان. ولله در من قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. الله، اللي عايز يأخذ الأسوة والقدوة يأخذها من الجيل الأول، من الذين أفضوا إلى ربهم، أفضوا إلى ما قدموا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الآيات. هؤلاء هم صحابة، هؤلاء هم أعلام الأمة بحق، الذين يجب أن نتعلم سيرهم وأسماءهم، وأن نتعلم قصصهم، وأن نعلمها لأبنائنا ولذوينا ولأهلينا ولكل إنسان على وجه الأرض، أن ننشر هؤلاء سير هؤلاء الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. إذن هذا واجب ديني وشرعي ودعوي ودعوة لراحة القلب في زمن تثقلنا الذنوب والفتن ومن ذلك، معايشة صحابة النبي والتعرف على سيرهم. هناخد مين النهاردة إذا سمح الوقت، يعني من الصحابة الذين لا نعرفهم تقريبا، مش لا يعرفهم الكثير إلا المتخصصون، يعني فضل. الله المستعان. يعني الصحابة ما شاء الله عز وجل أعدادهم كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى. يعني حتى بعض أهل العلم اجتهدوا وقال أنهم جاوزوا 100,000 صحابي تفرقوا في البلدان وفي الأقطار، ولا يعرف أحد عدهم أو عدهم أو كيفهم أو حصرهم يعني بالضبط. يعني 100,000 على تقدير جاوزوا المئة ألف. هذا عدد كبير في زمنهم، عدد كبير جدا ما شاء الله. لقد إلا بلوا تفرقوا في البلدان ونشروا الإسلام في أقطار الأرض. لا، معناه إحنا أمة المليار أو يزيد، يعني أحفاد هؤلاء الصحابة. نعم. أحفاد دعوتهم. صحيح. يعني العدد الذي نشر الإسلام كان أقل من هذه الأمة طبعا. بالضبط. فمعناه أن الواحد فيهم بأمة، يعني الواحد بأمة. صحيح. فعاوزين نعرج حتى يعني في دقائق معدودة، حتى مش هنهتم حتى بذكر الاسم مثلا أو ذكر سنة الميلاد أو سنة الوفاة، حتى بس عايزين نعرف في بعض أسماء الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. نعم. لأن لهم كما أسلفنا حق علينا. أحب أن أبدأ بمثلا صحابي أعرابي ذو الخويصرة اليماني، لأننا في إحدى الحلقات ذكرنا ذو الخويصرة التميمي، وذو الخويصرة التميمي هو حرقوس بن زهير الخارجي، رجل من الخوارج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وأراد عمر أن يقتله، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا وقومه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخر. اللي هم أصل الخوارج. أصل الخوارج، جد الخوارج. الصحابي يعني الذي معنا الصحابي الكريم اسمه ذو الخويصرة اليماني، فالأول اسمه ذو الخويصرة التميمي. نعم، ذو الخويصرة اليماني هو صاحب الحديث المشهور الأعرابي الذي بال في المسجد، هو الذي بال في المسجد. فهاج الصحابة وماجوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه أو لا تقطعوا عليه بولته، وأمر بسجل أو دلو أو ذنوب من ماء، فأهريق عليه وانتهى الأمر. هو الصحابي الذي دعا في المسجد وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعة، لقد ضيعت واسعة، رحمة الله عز وجل واسعة. والصحابي في الحديث المشهور، الحديث الرائع الجميل في الصحيحين، من حديث أنس الذي أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي هو صلى الله عليه وسلم، هو أيضا ذو الخويصرة اليماني، في شروح الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال: لا شيء يا رسول الله، إلا أني أحب الله ورسوله. الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب الله حتى بحبك. طيب، خليني في الثلاث روايات اللي يعني وردت عن هذا الصحابي. نعم. الجليل ذو الخويصرة، رواية بوله في المسجد. نعم. ودي مشهورة على ألسنة الدعاء. صحيح. بس بدون ذكر اسمه، بدون ذكر اسم الصحابي رضي الله عنه. وفي الرواية الثانية أنه دعا لنفسه وللنبي صلى الله عليه وسلم: ولا ترحم أحدا سوانا. نعم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحح له. الموقف الثالث هو
الموقف أنه سأل متى عسى. هل وانت بتبحث في سيرة الصحابة الغير مشهورين أو المشهورين بتتجلى لك بتقدر ترسم ملامح لشخصية كل صحابي؟ يعني الصحابي ده تبدت لنا طبعا هو أعرابي أعرب لهم صفاتهم تبان في موقفهم في حركاتهم في إشاراتهم في بوله في المسجد في موضوعات دعوتهم في دعوة في دعوتهم ملامح الصحاب دي نقطة مهمة جدا في التحليل لشخصيات هؤلاء الأصحاب. نعم، ولكن إن تفرقت صفاتهم واختلفت أشكالهم وألوانهم إلا أن الإيمان خالط شغاف قلوبهم. لا شك في هذا. أنا بس بتكلم عشان طريقة الله يرحمه خالد محمد خالد في رجال حول الرسول كانت تنحى هذا يعني مسرحة الأحداث ويسيبه يتكلم. فده طبعا هذا الكتاب ما نقدرش ننكره ولا نغفله، كان عمدة صحيح اخذنا بعد في وقته كان عمدة لا كان غير صحيح حقيقة يعني. فهؤلاء الصحابة كلهم امتاز بصفته، هذا نشأ في البادية اعتاد على طبيعة الجفاء والغلظة قليلا، يعني هذا بدأ في دعائه، هذا بدأ في بوله في المسجد، حتى لما أقبل متى الساعة يا رسول الله؟ فقال ماذا أعددت؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، حتى وإن امتاز ببعض الغلظة أو الجفاء إلا أن فيه الصراحة، فيه بياض القلب، فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلش هينقلني لموقف آخر، انتقل لصحابي آخر قبل الصحابي الآخر. ما دي نقطة مهمة في في الكتاب حب الله ورسوله. هنا بقى مش بنتكلم عن الصحابة، ردود الفعل من النبي تبين عظمة تعامل النبي مع اختلاف الطباع. هذا عربي غليظ بطبعه البيئة، فيسأل متى الساعة، سؤال ضخم جدا يعني، فلا ينكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يرد عليه رد عملي، ماذا أعددت لها؟ فيرد يقول قال أهل العلم هذا ما يعرف بجواب الحكيم، ما أعطوش إجابة، سألوا سؤال طب وماذا أعددت لها؟ تسأل عن الساعة ليه؟ طب وانت أعددت إيه للساعة؟ جواب الحكيم وجاوب إجابة لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. رد عليه النبي صحيح صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببت. يقول الله. أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث الله. وبجواب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا الصحابي العربي اللي كان فيه غلظة فتح وبشرى على بقية الصحابة. قال يقول أنس فإني أشهد الله أني أحب رسول الله أحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا يقول أنس فما بالنا نحن. والصحابة زي ما حضرتك يعني علمتنا أن كانوا بيتحرجوا من سؤال النبي، فكانوا ينتظرون مثل هؤلاء. صحيح، كان يعجبنا الرجل يأتي من البادية. صحيح كده؟ أحسنت مولانا، الله يبارك في حضرتك، جزاكم الله خير. أنتقل من حتة حب الله ورسوله في قلوب الصحابة التي تأصلت في قلوب الصحابة لصحابي آخر برضو أظنه من غير المشاهير، ولا أزعم أنه من غير المشاهير، يسمى عبد الله ابن النعيمان رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله ابن النعيمان. النعيمان هذا الصحابي كان يلقب بالحمار كده؟ بالحمار نعم. يعني حتى بحثت في سبب هذه التسمية أو لماذا كانت تطلق عليها هذه التسمية. أورد الحافظ في الفتح حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثلاثة أسباب أو ثلاثة توجيهات لهذه التسمية. قال التوجيه الأول ربما أنه كان لا يغضب من هذه التسمية، اعتاد عليها ولا يغضب منها، لقب. التوجيه الثاني قال ربما لأنه كان يعرف به لكثرة من كان يسمى بعبد الله في هذا الزمان، كثرة العبادلة فهم عرفوه بهذا اللقب يعني حتى يعرف بهذا اللقب. التوجيه الثالث قيل لأنه كان يشرب الخمر، ابتلاه الله عز وجل بشرب الخمر فكان أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلد في الخمر، فكان لشدة تكرار هذا الأمر اتسم بالبلادة فسمي بمن هذه صفته. يضرب في الخمر كثيرا، يضرب في الخمر كثيرا ويعود إليه وهذه سنعرج عليها إن شاء الله. فلما اتسم بالبلادة يعني هذا الحمار يتصف بالبلادة فنسبوه إلى الحمار. فهذه التوجيهات الثلاث. أختاروا له لقبا آخر كلام الحافظ توجيهات ابن حجر نعم في فتح الباري أنا أختار له لفظ آخر أصفه بمضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كان كثيرا ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي وكان فقيرا يقدم إلى المدينة فيمر على السوق ويشتري للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا وعسلا ولا يدفع ثمنه، يأخذه من البائع ويذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله خذ هذا قد أهديته لك، فيأتي صاحب الحاجة ليتقاضى هذا الرجل أين المال الذي أخذت به هذا الشيء، فين الفلوس، فيقول يا رسول الله ادفع لهذا ثمنه، فيضحك النبي يبتسم يقول ألم تهديه لي، تشدته الهدية، فيقول يا رسول الله لما تفعش ثمنه، يقول ليس معي يا رسول، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي لهذا الرجل ثمنه ويضحك معه ويتبسط معه النبي صلى الله عليه وسلم،
فكان يعني رغم بينه من الموقف محرج ومفاجئ، لكن كان يفعل هذا مرارا وتكرارا، يعني كان يكرر هذا الفعل كما ورد في الأحاديث، ويأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المزاح، على سبيل المزاح ويضحك ويسخر ويؤلف. هذا جانب من تعاون النبي صلى الله عليه وسلم مع شخصية أخرى، هو تنويع الطباع. يعني ده يا أستاذ مصطفى اللي بنعرفه في زماننا، أو العلم الحديث وصل في التنمية البشرية يقول لك التواصل الفعال. التواصل الفعال تعرف كل واحد له شخصية معينة وتتواصل معه بشخصية. دي لا تكون إلا لنبي، إلا لنبي أو من صار على أو من وفق. صحيح. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله، يعني هذا عطاء من الله عز وجل ومنحة من الله عز وجل، إنك تقدر تتعامل مع كل الطباع المختلفة. صحيح. وتعطي كل ذي حق حقه فيهم. صح. دي مسألة صعبة. صحيح. مش شوف كل واحد شخصيته وطبعه، يعني يتعامل معه كما يحب لا كما تحب أنت. يعني. ما شاء الله. فالشاهد هذا الرجل مع عبد الله ابن النعيمان، كان كما أسلفت أو ذكرت آنفا كان يشرب الخمر، وأكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجلد. ففي مرة من المرات أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وجلد، فقام واحد من الصحابة قال اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، كل يوم والتاني يجي ونضربه ونيجي ونجلده، فاللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ده معنى عظيم. مسألة محتاجة توقف، محتاجة وقفات عندها، الدعاء إلى الله أو كثير من الدعاء. وأستأذن حضرتك أقول الرواية الثانية عشان نستفيد. طبعا. في الرواية الثانية برضو أتي به في مرة ليجلد على شربه للخمر، فقام الصحابي منهم من يجلده، ومنهم من يضربه بيده، ومنهم من يضربه بنعله، وكلهم. فقال بعض الصحابة أيضا اللهم العنه، اللهم أخزه، اللهم العنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. رواية، وفي رواية لا تكونوا عونا للشيطان أو لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فهذه رسالة مهمة إلى الدعاء. يعني أخذ الرواية الثانية، هل المذنبين الذين حتى بيرتكبوا الكبائر وكثيرا ما يؤتى به، وفي زمن النبي وينفذ عليه الحكم على مرأة ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينفذ أحكام الله عز وجل وشريعته، ومع ذلك يقول لهم لا تعينوا الشيطان، ايه فكره اعانه الشيطان عليه؟ ان الانسان اصلا يعني الشيطان يجد اليه مدخلا، اما يلاقي نفسه وقع في في في, في خطا او وقع في صغيره او كبيره من الكبائر حتى، ويجد ان الاسلام يعني قد تبرأ منه مثلا، يظن ذلك ببعض افعال المسلمين كان الاسلام اخرجه من المله، او كهذا يلعنه وهذا يسبه وهذا يكفره وهذا يخرجه من المله، فهذا مما يعني يزيده إصرارا، ربما يزيد إصرارا على المعصية، ربما يقول ما هذا الدين الذي إذا أخطأت فيه لا توبة، لا أنا أخرج إلى الفضاء الواسع، فضاء الكفر وفضاء الإلحاد. وقد يكون شيطان الإنس، شيطان الإنس صحبة السوء. يا عم انت شفت هذا اللي بيعملوا فيك وسبب اتباعك، هذا مشك مع الملتزمين ومشك مع طب تعالى انت منتسب ليهم، فده اللي هينوبك من ايه؟ من مشك معاهم او هينوبك من اختلاطك بيهم. لا، فهذا عون للشيطان على العاصي، أن تعين الشيطان عليه بأنك تكثر أو يعني عاقبه، ولكن بقدر العقوبة. لكن دكتور برضو من الشيء الذي يدعو للعجب أن لا يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، لأنه جاء من قيام أو من صيام أو من صدقة أو من عمل، إنما جاء مجلودا من شرب الخمر، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عنه بشهادة عظيمة جدا، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. بما تفسر؟ يعني أطلعه الله عز وجل على ما في قلبه، رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صدقه في حب الله عز وجل وفي حب الدين وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشاهد كما ذكرت وأسلفت في حبه للنبي ومزاحته للنبي وملاطفته للنبي، كان كثيرا يأتي للنبي. ولعله حينما يسمع هذه الشهادة تكون هي دي صحيح باب التوبة الذي باب التوبة الذي ينفتح لها. فيعني رسالة إلى الدعاء، ورسالة إلى العلماء، ورسالة إلى المشايخ، افتح صدرك وقل أدباب التوبة مفتوح ورحمة الله عز وجل واسعة، وحبب الناس في الدين، ورد الناس إلى دين الله عز وجل، ورد الناس إلى الله عز وجل. لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان بأرض فلا إلى آخر الحديث، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. الله عز وجل هو الذي يقول، وليس أنا وليس أنت وليس فلان وليس هذا، هذا من الله عز وجل، باب التوبة مفتوح لا ترد. لكن التعامل مع العصاة، وكلنا أهل معصية، من باب حتى لو لم يقلها الداعية
من ناحية نفسية والله لا يغفر الله لفلان، هذا خطر. الله عز وجل يقول من ذا الذي يتألى علي، هذا بيد الله عز وجل. ليس لك أن ليس الله عز وجل خاطب الناس، ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون إلى آخر الآيات. يعني هذا ليس لك وليس لي وليس لأحد من أهل الأرض أن يجزم لفلان بجنة أو لفلان بنار، إلا من جزم الله عز وجل له بالجنة أو النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة أو غيره بالنار. ليس لي وليس لك أن تلعن إنسانا بعينه. هناك فرق عظيم بين تكفير المعين والتكفير العام، بين لعن المعين ولعن العام، وهذا من المسلم به في عقيدة أهل السنة والجماعة. بعض المتعجلين ممكن يأخذوا مجمل هذا الكلام ويحطوه في باب تميع الدعوة على الإطلاق. شيخنا شيخ الإسلام ابن باز عليه رحمة الله عز وجل، أحد مشايخنا المعاصرين، كان بيحكي، كان تلميذ من مشايخ من تلميذ ابن باز، نعم عليه رحمة الله، فذكر لا لن أقول لك مسألة من الكبائر أو مسألة حتى يعني من الذنوب العادية، بل ذكر له مسألة عقدية. فقال له يا شيخنا، مثلا إبراهيم يطوف حول قبر من القبور، هل إبراهيم كافر؟ فقال يعني شخص سيم من الناس يعني. فقال له من فعل هذا فهو كافر. قال له يا شيخنا أنا أسألك، هل إبراهيم كافر؟ قال له من فعل هذا فهو كافر بدون تعيين، بدون تعيين. لا أستطيع أن يعذر بجهله ربما، مع أن أمر من أمور العقيدة، يعذر بجهله، يعذر بغضبه، هذه كل أمور، يعذر بخوفه. فالذي يعذر بغضبه مثلا كالذي يطلق طلاقا في مرحلة غضب يخرجه عن شعوره، وهذا الذي يعذر بجهله، اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهذا يعني هذا دليل في العذر بالجهل. السيدة عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله ما يكتم الناس يعلمه الله، هذا دليل من العذر بالجهل. ولا أريد أن أستفيد في يعني المسألة، يعني باب كبير في الغضب وكذلك في الخوف. الرجل الذي قال لبنيه فإذا مت فاحرقوني، إذا كان يوم ريح عاصف فذروني، فهذا عذره الله عز وجل بخوفه، لأنه فعل فعل كفر وقتل نفسه، يريد أن يفر من الله عز وجل، ويظن أن الله عز وجل فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فهذا عذر، عذر بالجهل، أن تقيم عليه الحجة، وأن يقتضي يعني باب انتفاء الموانع ووجود المقتضيات، فهذه كل أسباب لا تكفر أحدا. وأنت ولا إذا أنت بتتكلم عن عبد الله بن نعيمان رضي الله تعالى عنه، وحابب توسع في وتفصل في الأحكام، ممكن الكلام ده كله تقوله في شرحك يعني. صحيح. هذه بركة الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم، استخراج هذه الأحكام العظيمة. صحيح. فصحابي له ملامح عجيبة جدا، ودروس ملآنة بالدروس وكان كثيرا ما يؤتى به في الخمر. صحيح. وإحنا بنقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن بشهادة النبي ما علمت الصحابة ليسوا معصومين، وقد دفنت العصمة يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة كلهم عدول، وكلهم أهل خير، وكلهم أهل فضل، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. حتى لا أطيل، لننتقل إلى صحابي آخر مثلا، صحابي سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه. سواد بن غزية أنا أحب أن أسميه البدري المحب، يعني ممن شهد بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل بدر وما يدريكم، عندما ذكر طلحة أو بلتعة بن أبي حاطب، وما يدريك حاطب بن أبي بلتعة وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف وبيده سهم ليس به يعني صفوف المقاتلين فبيسوي الصفوف، فسواد بن غزية والله أعلم كأنه استنتل بإرادته من الصف، يعني خرج من الصف تقدم أو تأخر قليلا، فأصلا لكزوا بالسهم، قال استوي يا سواد، يريد أن يسويه في الصف. فقال يا رسول الله لقد بعثك الله بالحق والعدل، وإنك أوجعتني فأقدني. أنت أوجعتني يا رسول الله، أنا عاوز زق بالسيف ده بالسهم كده، وقف في الصف. طبعا النبي لا يقصد وبيظبطه لمسه كده، لا يقصد. إنك يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، أنا يعني عاوز أقتص منك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقد يا سواد، خلاص اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني خذ حقك مني يا سواد. فقال سواد طلب اعجب، يا رسول الله لقد ضربتني وليس علي قميص، انا عاري البطن وانت ضربتني وانا مش لابس قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن بطنه وقال استقد يا سواد، فما كان من سواد الا ان اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه. فساله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل هذا يا سواد، فقال له فقال سواد يا رسول لقد حضرني ما ترى ولم آمن القتل،
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلده. الله رضي الله عنه وصلى الله وسلم عليه وسلم. يعني هذا صحابي، يعني هذا موقف دامع وباكي حقيقة، ونحن لا نعرف عن هذا الصحابي حتى اسمه في الغالب، وهو بدري المحب. أنا عايز بس تاني، لأن هذا المشهد وإن اكتفينا به يعني مشهد يدل على عمق حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. يدل كذلك، وده مش كلامي لحضرتك، بستقي من كلامك، أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من لينه أن يقال له ذلك وسط جنوده وتلامذته. واحد عايز يقتص من رسول الله القائد الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، إذا صح هذا الوصف، يعني رسول الله، فيكشف له الموضوع. يعني قرب هذا المشهد مرة أخرى دكتور عبد الرحمن. رسالة لكل مسؤول وإلى كل رئيس وإلى كل حاكم، هذا رسول أعظم الخلق وأعظم البشرية وأعظم من مشى على الأرض وأعظم من وطئ الثرى بقدميه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بيعلم الأمة ويعلم الصحابة، وحتى يعني سواد بن غزية قال لقد بعثك الله بالحق والعدل، في الأول أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد بعثك الله بالحق والعدل وإنك أوجعتني فأقدني، عاوز أخذ حقي منك. طبعا يعني سواد فعل هذا المشهد كله ليصل إلى هذه الغاية وإلى هذه البغية، أن يمس جلد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون يعني آخر عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يأمن على نفسه القاتل، يخش في هذه الفترة من الكلام لم ينزل على النبي وحي يستنكر هذه المقدمة التي قالها سواد إطلاقا، فلأن الله يعلم نية سواد. صحيح. هذا فتركه يقول هذا ويقدم هذه يقدم المقدمة. لهذه المقدمة أن مثلا فعل هذا بكل على طبيعته، بكل أريحية وبكل طبيعة، لم يصطنع شيئا ولم ولا حد، يعني كما تفضلت حضرتك لو كان أوحي إليه لقلنا إنه ربما فعل هذا بكل أريحية والأمر بكل تلقائية، والحوار يتم في موقف صعب وأمام الصحابة، يبوي النبي في غزوة مقاعدة للقتال وفي غزوة مهمة جدا، أول غزوة للمسلمين، يقول له أوجعتني أنت داخل معركة النبي يعني، والقادة يفعلون أكثر من ذلك. لم يفكر في هذا قط، وإنما كشف له عن بطنه وقال استقد يا سواد. في الأول ما استقد يا سواد، لا يا رسول الله أنت أوجعتني وأن لم يكن علي قميص، فيكشف عن بطنه بدون أي تفكير بدون أي تردد، استقد يا سواد، فما كان منه إلا أن فعل رضي الله يعني عنه. يعني من الذي من له قصاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما زال، ومع ذلك يتيح النبي نفسه وبطنه فيكشفها خوفا من يوم القيامة أن يكون لأحد عليه حق. يعني يعلم الأمة، أتدرون من المفلس الذي يأتي بصيام وصلاة وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عاوزين نتعلم هذا الدرس، إنك تستحل خلاص من المظالم، كل إنسان له مظلمة عندك سواء معنوية أو مادية، سواء بضرب أو بسب أو بشتيمة أو بكلمة قلتها في وجهه أو قلتها من وراء ظهره، يجب أن تستحل. طب دكتور، في نفس الموقف أنتوا برضو في إطار علم التنمية البشرية بتلاحظوا في مسألة علاقة المدير بالموظف أو القائد بجنوده، بيبقى الحوار معمول حساب الجماهير اللي واقفة، لكن هذا الحوار كأن سواد وحده والنبي وحده غير موجود، لكن لا اعتبار للموجودين، القضية قضية حق وواحد صاحب حق. يعني بما تصفون هذا المشهد في مسألة النفاق الاجتماعي أو الرياء الاجتماعي أو الاستعلاء عن رؤية، يعني برضو النقطة دي مهمة جدا دكتور. والله أنا أخرج من هذا الموقف وأخرج من إطار التنمية البشرية إلى أن يعني هذا تعامل يعامل الله عز وجل، كل واحد يعامل ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الله عز وجل، يعلم البشرية ويعلم الأمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحلقة السابقة لم يكن يفعل هذا يعني بمجرد فعل فقط، لأنه يعلم أن هذا يمثل الدعوة وأن هذا يمثل الإسلام وأن هذا درس إلى الناس كيف يتم التعامل مع الناس، كيف إذا أخطأت وأراد أحد أن يقتص منك ماذا يكون رد فعلك. هذا كله خالص لوجه الله عز وجل، هذا كله على مرأة ومسمع من جموع الصحابة وجموع المسلمين، ومع ذلك لم يأبه النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء من هذا إلا أنه يعامل الله عز وجل ويريد أن يعلم الصحابة ويعلم الأمة حسن التعامل، ويريد أن يعلم الصحابة والأمة الذي يخطئ حتى ولو بغير قصد
إني حتى إذا أراد أحد من الناس أن يعني يقتص منك أو يسترد حقه أن ترد إليه حقه ولو وإن لم تقصد حتى الإساءة إليه. سواد هنا أيضا الذكاء الإيماني تجلى. صحيح. لأنه ساق هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصل إلى هذه الجملة. قلها لي هو قال إيه لما وصل إن النبي كشف بطنه ليستقد منه أو يقتص منه. اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فعل هذا؟ هو بيقولها في جملة رشيقة يا وعظيم. رسول الله لقد بلغني ما ترى ولم آمن القتل. أنا خلص ممكن أخش المعركة بعد دقائق أكون مقتول. فأردت يا رسول الله أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. الله. رغم أن هم إذا قتل إن شاء الله في سبيل الله ونال الشهادة أكيد. ومع ذلك لا يعني عايز يعني إذا انتقل إلى الجنة أن يمس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي. صحيح صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون في حب النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه بأي صورة من الصور بأي شكل من الأشكال. حتى يعني ننتقل إلى موقف آخر مع صحابي آخر يعني حتى في خدمة النبي وحب النبي. الصحابي الذي يسمى عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه في موقف آخر كلهم الصحابة بيتسابقوا لحب النبي والدفاع عن النبي والبذل للنبي وإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم. عروة البارقي وسلم مرة دعاه فأعطاه درهمه وطلب منه يروح يشتري شاة من السوق بهذا الدرهم. فأخذ هذا الصحابي الدرهم وخرج إلى السوق فوجد كان ممن يخدمون النبي يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم زي سيدنا انس كده زي لا يعني اشهد يعني انه لا, لا لا لم يكن خادم نفسه وانما كان يعني من اهل الاجتهاد في البيع والشراء معروفا يعني بحنكته في البيع والشراء يعني. فذهب الى السوق فساوم للبائع فاشترى منه شاتين بايه بالدرهم. فبينما يسير في الطريق عايز يرجع مثلا بايه بشاتين مش بشاة واحد ساومه احد المشترين فاشترى منه شاة من الشاتين بدرهم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه بالشاة والدرهم فقال يا رسول الله هذه شاتك وهذا درهمك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أديتك درهم تروح تشتري به ناقة واحد فأنت رجعت لي بالشاة والدرهم. فقص عليه ما كان فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له دعا دعوة عظيمة عايزين نحط تحتها 100 خط. قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. الله, الله, الله. ودي دعوة عظيمة عاوزين ندعي بها لأنفسنا والإخوتنا والحبايبنا. اللهم بارك له في صفقة يمينه. بارك الله لك في صفقة يمينك. طب تعال نشوف نتيجة بركة هذه الدعوة. يقول الصحابة كان عروة بعد ذلك يأتي بكناسة الكوفة ويقف ليبيعها كان يكسب ما يزيد على 40,000 درهما من كناسة الكوفة. كناسة مخلفات كناسة يعني مخلفات. يقول حتى عروة يعني التراب بقى في إيده ذهب. هو قال هذه القولة كنت حتى لو بعت التراب أو تاجرت في التراب لربحت فيه. هو بيقول هذه القولة وكنت بعد هذه الدعوة لو تاجرت في التراب لربحت فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك له في صفقة يمين. في صفقة يمين. يبقى نحن نعرف الصحابة ونعرف الدعوة. رغم يا دكتور أنا بحب أقف دايما عند تحليلاتك. اللي عملوا يعني في نظر التجار يعني ليس كثير. صحيح. يعني خد درهم اشتري معزة. صحيح. شاه خلاص هو راح شاطر وبتاعه وعمل يعني. لكن النبي سماها صفقة صلى الله عليه. احنا ما نقول صفقة بلغة التجارة النهاردة معناها ان في الاف وفي ملايين اطلاق. لكن تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال الصحابة وان كانت قليلة ومكافأة من يجتهد في علم الإدارة بقى وتوظيف والكلام ده. ما احنا عايزين ناخد هذا دليل. فيدعو له ودعاء النبي شوف بركته يعني بلغت دعوة النبي هذا الرجل طيلة حياته فصار من كبار الأغنياء ومن التجار العظام. مش كده ولا ايه؟ يعني نكافئ الناس ولو بدعاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. طيب يا رسول الله احنا مش عارفين نكافئه ومش عارفين نديله فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. إذن المدير أو يعني صاحب العمل إذا كلف موظفه أو أي أحد بما بمهمة, أو بمهمة وأجاد فيها ينبغي أن يكافئ. يعني سياسة الثواب والعقاب وسياسة المكافأة وحتى النفس البشرية أصلا النفوس البشرية جبلت
على أنها يعني لا تعطي بدون مقابل، أو قلما تعطي بدون مقابل، وهذا من حكم الغيب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني كان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل الإحسان بالإحسان وأن يقابل الإساءة بالإحسان، فبالك إن أحسن إليه أحد من الناس، وهذا كذلك درس لعموم البشر، إن أحسن إليك حتى ولو بكلمة، أحسن إليك أحد الناس بهدية، أحسن إليك بفعل يسير، لا تستقل هذا الفعل، ولكن انظر إلى عظم من صنع لك وعظم من قدم لك، واشكر الإنسان تجد لها وقع عظيم في نفس هذا الإنسان. يا دكتور، خدمتهم للنبي أعظم مكافأة صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأن هذه لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كافأه كافأه النبي صلى الله عليه وسلم، لحقته العمر كله. أم سليم، أم أنس بن مالك، احنا أخذنا من الصحابة الرجال، من الصحابة والله، حتى أم سليم أذكر موقف في قصة إن يعني خدمة النبي شرف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، أم سليم هذه أم أنس، أم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أنا لن أذكر حتى أم سليم إلا بذكر يسير. أم سليم رضوان الله عز وجل عنها وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة انجفل إليه الناس كما في حديث عبد الله بن سلام، وكان أول ما قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخلوا الجنة بسلام. الشاهد جعل الناس يقدمون هداياهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم قعدت تفكر بماذا أهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أتقرب إلى النبي، كيف أتودد إلى النبي، وكأنها سمعت قول الله عز وجل، ويعني وعاشت مع قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقعدت تفكر يعني إيه أحب شيء إلي، فلم تجد أعظم من ابنها أنس بن مالك لتقدمه هدية ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. فأخذت ولدها أنس، وكان غلاما حصيفا ذكيا نبيها، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام كيس يخدمك. غلام كيس، غلام فطن، يعني حتى مش زي بنفعل دلوقتي احنا، او نعمل دلوقتي ان يكون واحد يعني رزقه الله عز وجل بغلام يعني قلت فيه النباهة، هذا 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 هو اللي بتاع ربنا بدل يحفظ القرآن. وحتى في مجتمعنا للأسف شاع وانتشر اللي نجده يعني قلت نباهته وأقل عقله، الشيخ فلان راح والشيخ فلان جه، ونسموا هذا بالشيخ. لكن إذا رزقك الله عز وجل بطفل فيه النجابة والنباهة، وهذا بقى اللي هطلعه مثلا دكتور أو ضابط أو مهندس، لا تعارض، ولكن قدم لله عز وجل أحب شيء إليه، قدم لله عز وجل، لا تعارض بين أن تجعله يعني في أعلى المناصب وأن تجعله لله عز وجل يخدم دين الله عز وجل ويبلغ عن دين الله عز وجل ويبلغ عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول، هذا أنس غلام كيس يخدمك. فخدمة النبي شرف، وأي شرف، ومع ذلك يكافئهم ويعطيهم، يعني هم تشرفوا بخدمة النبي، تشرفوا بمجرد صحبة النبي، نالوا الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل، نالوا أعلى الشهادات والأوسمة في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك يشكرهم. التي انتبهت إلى هذا المكان، هذه المكان التي يعني تتكلم عنها، قدمت غلامها صغيرا ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعرف معنى أن يبقى أنس 10 سنين كما هو قال في الرواية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصب عليه ماء يعني، وأزعم أنه يعني الذي حاز النصيب الأكبر من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه في المدة دي؟ قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، بل ولم يقتصر حتى وإن لامني أحد من أهل بيت يقول دعوه، فلو قدر أو قضي أن يكون كان، خلاص انتهى الأمر. الله كان. شوف، ولذلك كوفئ بأنه كان من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من السبع المكثرين رضوان الله عز وجل عنه، من الصحابة العظام كذلك الذين نجهلهم. صحابي يسمى شداد ابن أسيد. شداد ابن أسيد كان ممن هاجر إلى المدينة، من مكة إلى المدينة. هو في أكثر من صحابي اسمه شداد. شداد، نعم. ده شداد ابن أسيد. ابن أسيد. نعم. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو برضو يعني إيه، تراجم هؤلاء الصحابة قلة، يعني أبحث عنهم بشدة، ولكن قل أن تجد له إيه ترجمة. شداد ابن أسيد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، حديث يسير جدا وسهل، يا رسول الله اشتكيت ولو شربت ماء بطحاء لبرئ. يقول له: يا رسول الله، أنا اشتكيت بي وجع بي ألم، ولو شربت ماء بطحاء بمكة لبرئت ولا شفيت يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: وما يمنعك؟ فقال: يا رسول الله، هجرتي، أنا مهاجر من مكة إلى المدينة، ما ينفعش أرجع أقعد في مكة تاني.
فقال يعني له هو ميت مكة هي اللي ميت مكة أدرى بنفسه يعني أن شربه من هذا الماء يشفيه أو يريحه وهو في المدينة الآن فقال له ما يمنعك قال هجرتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت مهاجر حيث ما شئت الله أنت خلاص مهاجر ولكن أنت هاجرت ضرورة خلاص لكن أنا أسميه المهاجر الحر أنا أطلق المهاجر الحر الله حلو أوي التسميات الجميلة يعني. نعم فهذا صحابي لا نعلم عنه الكثير صحابي آخر يسمى ظبيان بن كرادة طب أنت نستفيد إيه قبل ما نغادر هذا الموقف نعم. هو اشتكى نستفيد ربما يعني مع صدقه شوقه لموطنه شوقه لمكة صحيح فيعني فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء ولكن هذا لعل الله عز وجل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه ربما ماضح أكيد صحيح طبعا وإلا لم يأذن له فالشاهد أن فيها رخصة وفيها جواز وفيها الضرورة وطبعا لا هجرة بعد الفتح يعني خلاص الأمر انتهى بانتهاء الهجرة ولكن حتى يعني تدينا درس في أنه يقاس عليه في الضرورات تبيح المحظورات ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وسعة هذا الإسلام وما جعل الله عليكم في الدين من حرج يعني وما يريد الله عز وجل أن يجعل على هذه الأمة من حرج على الإطلاق ولكن دين يسر ودين سماحة ودين وسطية ودين اعتدال فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كذلك الرحمة اذهب فأنت مهاجر حيث ما شئت إلى آخر ذلك من الدروس عايز أنتقل لصحابي آخر يعني عشان تعم بقيت يعني يمكن دقيقتين أختم بصحابين في عجالة يعني صحابي يعني له حق علي لأن كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير منا يعني إلا من رحم ربي يجهله الصحابي يعني هو معروف باسم أبو محذورة نعم. أو هو اسمه سمرة ابن معين اختلف طبعا في اسمه كحال كثير من الصحابة لما نقولنا مؤذن الرسول على طول يتبادر اثنين بلال سيدنا بلال وعبد الله بن مكتوم نعم رضي الله عز وجل عليه لكن هذا أيضا كان مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو محذورة أو سمرة ابن معين بعد الفتح خرجت عاشر عشر معنى عشر عشر كان خرجوا معه تسعة من الصبيان من هو العاشر وهو العاشر خرج معه تسعة من الصبيان إلى حنين فهم قاعدين كده وكانوا صغارا في السن سمعوا صوت الأذان فجعلوا يحاكون ويقلدون صوت المؤذن بيقلدوا الأذان زي الصبيان الصغيرين أو الأطفال الصغيرين ما بيعملوا فجعلوا يحاكون صوت المؤذن فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا حتى لفت نظره كده أو لفت سمع النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة صوت أحدهم فقال ايتوني بهؤلاء الفتي أمر أحد من الصحابة هاتولي اللي كانوا بيدندوا فأمرهم ده درس عظيم للمعلمين والمربين تاخد بالك وتشوف أصحاب المهارات وأصحاب القدرات المواهب. وأصحاب المواهب صحيح فدعاهم نفسهم فأمرهم أن يؤذنوا واحدا واحد كلهم إيه أذنوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخرهم أو كان آخرهم أبو محذور فأعجب مثلا بحلاوة صوته هو سمرة ابن معين أعجب بحلاوة صوته جدا كان ذا صوت عذب وحل كان أحسنهم صوتا فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه وقال نعم هذا الذي سمعت صوته ودعا له بالبركة ثلاثا دعا اللهم بارك له اللهم بارك له اللهم بارك له وقال نعم هذا الذي سمعت صوته وعلمه الأذان وقال اذهب فأذن لأهل مكة فكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. أبو محذورة سمرة ابن معين الحقيقة عايز أسأل سؤال قبل ما أختم الحلقة وانت بتبحث او بتسبح في بحر العسل هذا او هذا الشهد من حياة الصحابة من هي الشخصية التي وانت تبحث عنها قرأت عنها فما تملكت دموعك والله مواقف الصحابة كلها مواقف باكية وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني موقف زي موقف شداد بن أسيد او سواد بن غزية رضي الله عنه وارضاه موقف زي موقف جرير بن عبد الله البجلي في حب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه مواقف كمواقف أبي بكر وعمر يعني لا نستطيع أن نقول موقف لا تحصر ولا تحصى يعني أكثر إذن عايز من وراء هذا السؤال أقول من يعايش الصحابة ويقرأ عنهم ويحقق سيرتهم يرق قلبه ويشعر بسعادة غامرة أكيد أنت ذقت بستان ملآن كأنها حديقة غناء ملآنة بالزهور والورود وبالتالي بيشعر سيرة الصحابة تجدد ثقة المسلم المعاصر في دينه صحيح. وفي الأوائل الذين حملوا راية هذا الدين مش كده دكتور؟ دكتور عبد الرحمن الوليلي أنا دائما يعني أزوق الشهد من هذه الحلقات المباركة مع سيرة العظام الكبار النجب الأوائل رضي الله تعالى عنهم أنا الحقيقة
يعني سيرة الصحابة يعني تجعلني لا أحتمل أن إلا أن يعني أشكرك شكرا جزيلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليك معايشتك لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج لنا مثل هذه الأمور فهم بحق نبض الحياة. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، بارك الله فيك. شكرا لحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا وأن يقربنا أكثر من هذا الجيل، جيل الصحابة الذين رباهم سيد الخلق وحبيب الحق محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. بشكر معد الحلقة محمد جابر، مخرجنا أيمن النبراوي، وفريق التصوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.